السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح نحل أسئلة مراجعة الدرس صفحة 49، ورح نبدأ إن شاء الله بالتسارع. هلا يا تاسع، الأسئلة صفحة 49 رح نحلها على الدفتر، هيني حلت لكم إياها رح نتناقش فيها هلا. السؤال الأول، ما المقصود بمخطط الموقع للجسم المتحرك؟ يا تاسع، شو يعني كلمة مخطط موقع؟ ليش إحنا بنعمل مخطط للموقع؟ أو شو عبارة عن إيش؟ سواء كان عندي على خط الأعداد سواء رسم بياني، إيش المقصود في هذا المخطط؟ هو رسم يعرض مجموعة صور متتالية للجسم يظهر موقعه على فترات زمنية متتالية، يعني الجسم حركته وين كان، وين صار، وين موقعه هلأ، عبارة عن مخطط، نعتبره مخطط للموقع. إذا هو عبارة عن رسم. طبعا إحنا رسم نرسم سواء مستوى ديكارتي سواء خط أعداد، يعرض مجموعة صور متتالية للجسم، مرة كان عند ألف لما كنا نحله، عند باء، عند جيم، يطلع ينزل يروح للإشارة السالبة، يمشي عكسي، هاي كلياتها مجموعة صور متتالية للجسم يظهر موقعه على فترات زمنية متتالية. طبعا أكيد الزمن راح يكون متغير في أثناء تغير الموقع. سؤال 2، بيّن أو ميّز بين موقع الجسم المتحرك والإزاحة، وما علاقة كل منهما بالزمن؟ هل تعرف شو الفرق بين كلمة موقع وكلمة إزاحة؟ هلا لما أحكي لك موقع الجسم، هو بعده عن نقطة إسناد مرجعية، يعني موقع مثلا الجسم هذا كان واقف هنا، بالنسبة مثلا بدي أحكي مثلا الجسم هذا وقف على يمين الشجرة، هيني نقطة الإسناد الشجرة، هو موقعه على يمين الشجرة. شو معنى الإزاحة؟ تاسع، الإزاحة اللي أخذناها سين 2 ناقص سين 1 اللي الموقع النهائي ناقص الموقع الابتدائي، التغير في موقع الجسم وين كان وين صار، بحسب المسافة محل الجسم الابتدائي والجسم النهائي، الجسم الابتدائي وين كان موقعه والجسم النهائي اللي هو الموقع النهائي. إذا الموقع نفسه بعد الجسم عن نقطة إسناد المرجعية، أما الإزاحة التغير في موقع الجسم بالنسبة للزمن. الإزاحة يعني الجسم وين كان في الموقع الابتدائي وين صار في الموقع النهائي، باخذ المسافة بينهم بيكون عندي الإزاحة. سؤال 3، كيف يستدل على اتجاه السرعة من ميل منحنى الموقع للزمن؟ هلا تاسع لما كنا نحل أسئلة على السرعة، إذا كان الميل موجب، يعني إذا كان الخط عندي موجب معناته بتحرك لليمين. هلا تاسع لما كان يطلع معي سالب، شو كنت أحكي أنا؟ إنه كان هذا الجسم يتحرك عكسي، يعني نحو إيش؟ السالب. إذا الميل موجب بيكون يمين، الميل سالب معناته بتحرك نحو السالب، يعني بيمشي عكسي. آخر سؤال، لماذا لا يمكن أن يكون أي جزء من المنحنى موازيا لمحور الصادات؟ يعني تاسع تخيلوا في عندي منحنى موازي لمحور الصادات، إحنا دائما طبعا أغلبها بيكون عندي يا إما موازي لمحور السينات أو بيكون حركته على محور السينات، إما للموجب أو للسالب. هلا تاسع يعني موازي لمحور محور الصادات، كيف يعني موازي لمحور الصادات؟ يعني تاسع نفرض هاي في عندي هنا هذا المنحنى، نفرض أن في عندي هيك الخط هيك جاي، كيف الألم واقف؟ إنه هيك بده يكون عندي الموقع. طب يا تاسع بده يكون معناته الجسم هذا تحرك أكثر من موقع بنفس الفترة الزمنية، ما بيزبط، يعني الزمن ثبته في هاي الحالة، إذا ما بيزبط، لأنه سيمر أكثر من موقع في نفس اللحظة الزمنية. يعني تخيل يا تاسع أنا عند زمن 10 بدي أتحرك أكثر من موقع، ما بيزبط، وأنا نفسي ثبتت الزمن، معناته ما بيزبط هذا الإشي. لا يمكن أن يكون أي جزء من المنحنى موازي لمحور الصادات، لأنه حيصير في عندي أكثر من موقع ونفس اللحظة الزمنية، فما بيزبط عندي اتجاه كامل. هاي الأسئلة حبعث لكم إياها تحلوها برضو على الدفتر. هلا تاسع حبلش إن شاء الله بالتسارع. طيب يا تاسع، أخذنا المرة الماضية عن السرعة، أخذنا سرعة متجهة، أخذنا سرعة قياسية، وحكينا إنه السرعة المتجهة مثلا التغير في الإزاحة بالنسبة للزمن أو التغير في المسافة بالنسبة للزمن، يا إزاحة يا مسافة. هلا اليوم ناخذ التسارع. هلا يتاسع علاقة التسارع في السرعة. التسارع يتاسع هو عبارة عن تغير في السرعة في وحدة الزمن، التغير في السرعة في وحدة الزمن. أخذنا السرعة المتجهة وأخذنا السرعة القياسية، السرعة القياسية قلنا التغير في المسافة بالنسبة للزمن، السرعة المتجهة التغير في الإزاحة بالنسبة للزمن، أما التسارع التغير في السرعة بالنسبة للزمن. يعني شو علاقتي لتكون في المستوى بين مين ومين؟ بدي أرسم المستوى، أنا عندي الرسم البياني بدي يكون علاقة بين السرعة وبين الزمن، التغير في السرعة بالنسبة للزمن. هلا التغير في السرعة يتاسع كلمة دلتا عبارة عن الموقع النهائي ناقص الابتداء، يعني عين 2 ناقص عين 1، دلتا زين هي عبارة عن زين 2 ناقص زين 1. إذا التسارع شو قانونه؟ دلتا عين على دلتا زين. تا هنا كتبت لكم التسارع، دلتا عين التغير في الزمن، دلتا عين التغير في السرعة، ودلتا زين التغير في الزمن. كمان مرة، تا التسارع، دلتا عين التغير في السرعة، دلتا زين التغير في الزمن. التسارع هو عبارة عن دلتا عين على دلتا زين، دلتا عين هي عبارة عن عين 2 ناقص عين 1، دلتا زين هي عبارة عن زين 2 ناقص زين 1، يعني زين النهائية زين الابتدائية، السرعة النهائية السرعة الابتدائية، والقانون هي اللي هو التغير في السرعة بالنسبة للزمن. العلاقة رح تكون بين مين ومين يا تاسع هاي المرة؟ بين السرعة وبين الزمن. كثير سهل، نفس مبدأ السرعة. رح ناخذ مثالين كيف نحل على التسارع. حرك صندوق على أرضية أفقية فتغيرت سرعته من 4 متر إلى 12، يعني قديش عين واحد كانت عندي؟ رح أحط المعطيات،
4 متر في الثانية، عين تنين 12 متر في الثانية، خلال زمن مقداره 16 ثانية، قديش الزمن؟ 16 ثانية. احسب ايش؟ التسارع. شو قانون التسارع يا تاسة اخذنا؟ دلتا عين على زين او دلتا زين، ويساوي عين تنين ناقص عين واحد على زين تنين ناقص زين واحد، ويساوي قديش عين تنين؟ 12 ناقص 4 على قديش زين اللي نفس الاشي دلتا زين، رح تطلع عندي 16 اللي نفسها دلتا زين. هلا بطلع ايش الجواب؟ 12 ناقص 4 8 على 16 بيطلع تقريبا 5 بالعشرة، والوحدة يا تاسع متر لكل ثانية تربيع، متر لكل ثانية تربيع. كمان مرة يا تاسع شو عملت هون في السؤال؟ ليش ترى معي متر لكل ثانية تربيع؟ ليش مش ثانية؟ لأنه يا تاسع السرعة أخذنا وحدتها متر لكل ثانية، والزمن ثانية، وثانية مع ثانية بصيروا ثانية تربيع. إذا ليش حطيت متر لكل ثانية تربيع؟ لأنه يا تاسع السرعة متر لكل ثانية والزمن ثانية، يعني في عندي متر لكل ثانية على ثانية، والثانية بتطلع لفوق لما نضربها بتصير متر لكل ثانية تربيع، متر لكل ثانية تربيع. إذا شو عملنا في السؤال؟ دلتا عين على دلتا زين، عين تنين ناقص عين واحد على دلتا زين اللي هي نفس الشيء كانت معطينا إياها جاهزة اللي هي 16، عين تنين 12 ناقص 4 على 16 بيطلع 8 على 16 وبطلع الجواب. هاي كيف أحل مباشرة على قانون التسارع. هلا المثال التاسع نفسه اللي حليناه المرة الماضية على السرعة بدنا نحل اليوم على التسارع، بس هاي المرة تسارع. إذا كان معطيك جسم مثل هيك العلاقة بين السرعة والزمن شو بكون عندي؟ تسارع. إذا العلاقة بين السرعة والزمن تسارع، بدهم التسارع عند ألف والتسارع عند باء والتسارع عند جيم. رح أعمل نفس ما عملنا المرة الماضية، التسارع عند ألف بحط القانون. التسارع شو قانونه؟ دلتا عين على دلتا زين ويساوي عين تنين ناقص عين واحد على زين تنين ناقص زين واحد ويساوي. عند ألف يا تاسع إحنا نشتغل بس هلا عين تنين، طبعا هذا الموقع الألف اللي هي السرعة الأولى السرعة الثانية. عين تنين قديش قديش عندي؟ عشرة. هيو الجسم مثل ما أنتوا شايفين السرعة الثانية قديش كانت عندي أو النهائية؟ عشرة. عشرة ناقص قديش السرعة الابتدائية؟ صفر. هلا بروح على الزمن نفس الطريقة اللي عملتها. هلا عند العشرة قديش كان الزمن؟ ثلاثة. وعند الصفر صفر ويساوي 10 على 3 ويساوي تقريبا 3 و3 متر لكل ثانية تربيع. تمام يا تاسة كيف طلعت؟ نفس ما طلعت السرعة حطيت القانون دلتا عين على دلتا زين. دلتا عين هي عبارة عن عين تنين ناقص عين واحد على زين تنين ناقص زين واحد. هاي الألف احنا بنعمل هلا بألف، قديش عندي السرعة الثانية اللي حكينا من إلى قديش؟ بروح على اليسار لأنه اليسار هو اللي بيمثل عندي السرعة. قديش؟ 10 وعين 1 0. هلا بدي اروح عند الزمن، عند العشرة قديش كان الزمن؟ 3 مثلا، وعند الصفر صفر وبنقص. هلا التسارع عند با دلتا عين على دلتا زين، هلا رح يطلع معنا صفر رح تشوفوا ليه؟ لان السرعه ثابته ويساوي قديش عين تنين؟ هي طبعا من الى قلنا قديش عين تنين؟ رح امشي نفس الشيء اللي هي 10، عين 1 برضو 10، عند العشرة هاي قديش كان الزمن؟ 7، وعند العشرة الابتدائية 3 ويساوي 0 على 4 ويساوي 0 متر لكل ثانية تربيع. شو بنستنتج هنا؟ السرعة ثابتة، ولما تكون عندي السرعة ثابتة بيطلع عندي التسارع 0. السرعة ثابتة ولما تكون عندي السرعة ثابتة التسارع حيطلع عندي 0، التسارع راح يطلع عندي 0. التسارع عند جيم يساوي نفس الاشي هلا دلتا عين على دلتا زين ويساوي عين تنين ناقص عين واحد على زين تنين ناقص زين واحد. هلا نفس الشيء بدي اعمل يا تاسع، عين تنين قديش عين تنين عندي؟ طبعا من الى قلنا عين تنين بمشي 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 عند الصفر، وعين واحد هيها بنزل عند مين؟ هي تاسع عيد، عين تنين وانا عند الصفر هيها، عين واحد بمشي بنزل عشان اشوف وين كانت عندي اللي هي عند السبعة. تمام عند السبعة، عند خلينا نشوف وين، دقيقة شوي، هي عين واحد تمام، عين تنين وين؟ عند العشرة. كمان مرة، هي جيم، عين تنين ناقص عين واحد على زين تنين ناقص زين واحد، عين وعين تنين هيها بمشي عند الصفر، عين واحد بمشي لوين؟ لعند العشرة، هيها عين واحد لعند العشرة على عند الصفر. عند الصفر قديش كان الزمن؟ 9. عند الصفر قديش كان الزمن؟ 9 ناقص عند العشرة قديش كان الزمن؟ 7. عند العشرة قديش كان الزمن؟ 7 ويساوي سالب 10 على
2 ويساوي سالب 5 متر لكل ثانية تربيع. سالب 5 متر لكل ثانية تربيع. هرجع أعيد يا تاسة، في عندي كيف طلعت. هلأ هون بدي أكتب الإشارة السالبة شو تعني. الإشارة السالبة إنه صار في عندي تباطؤ بالسرعة يا تاسع، السرعة كتير تباطأت. هناك بتتذكروا في السرعة شو كانت الإشارة السالبة؟ مش عكسي، الإشارة السالبة تباطؤ في السرعة. هلأ هون ليش طلعت عندي صفر؟ هلأ بكتب لكم إياه برضه. عندما تكون السرعة ثابتة يكون التسارع يساوي صفر. عندما تكون السرعة ثابتة قديش تكون عندي؟ التسارع يساوي صفر. عندما تكون السرعة ثابتة رح يكون عندي التسارع يساوي صفر. هدول معلومتين كتير مهمين. رح أرجع عيد كيف حليت السؤال. التسارع عند ألف بحط القانون، دلتا عين على دلتا زين اللي عين تنين ناقص عين واحد على زين تنين ناقص زين واحد. عين تنين قديش؟ هي هي تاسع العين المستوى الصادي. قديش عين تنين؟ 10 ناقص صفر على عند العشرة قديش كان الزمان؟ 3. وعند الصفر صفر، 10 ناقص صفر على 3 ناقص صفر بطلع الجواب. التسارع عند با ثابت بس رح نحله. هيها عند 2 عند 10 وعند 1 عند 10، إذا 10 ناقص 10. عند العشرة الثانية قديش كان أنا بنزل؟ عند الزمن يتاسع رح أنزل نزول عند السيني. 7 ناقص 3، 0 على 4 بيعطيني 0. التسارع عند جيم، هي جيم، هيجي مثل ما احنا شايفين يا تاسع. يلا عين تنين، وين عين تنين؟ هيها. طب نمشي اشوف وين كانت، عند الصفر. عين واحد نمشي نشوف وين كانت، عين واحد عند العشرة لانه العين المستوى الصادي. 10 ناقص 10، عند العشرة الثانية النهائية قديش كان زمنها؟ 9. وعند العشرة اللي هي الابتدائية قديش كان زمنها؟ اللي هي بقولكم 7. هيك يا تاسع بنكون خلصنا التسارع، بنكون طلعنا الجواب. ليش طلعت معي اشارة سالبة؟ صار في عندي تباطؤ في السرعة، السرعة كتير قلت عشان هيك صارت تباطأ وتروح للسالب. لما تكون السرعة ثابتة يا تاسع زي هيك قديش بيطلع معي التسارع بدون ما أحسب؟ دائما التسارع يساوي صفر. لما تكون السرعة ثابتة دائما دائما يا تاسع التسارع يساوي صفر. تمام يا تاسع كيف حليت السؤال؟ نفس المبدأ اللي حلينا فيه السرعة. لما أحل التسارع يا تاسع أهم إشي أفصل الاتجاهات، كل واحد أحله لحاله، أعتبر باء وجيم مش موجودين، بحل ألف لحال. طبعا هون يا تاسع لما بدي أنقي السرعة من هون الزمن إسقاط السيني، ونفس الاشي عند جيم بدي اروح عند السرعة بروح هيك عشمال. هلا بعدين عند الزمان بنزل نزول عند كل موقع. تمام يا تاسع، نكتب التلخيص يا ريت يا تاسع على الدفتر، وان شاء الله رح نشرحه برضو بحصة الزوم، ويعطيكم الف عافية.